لو بحكم المسلمين. بعضهم يقول حتى ظاهرا بحكم ماذا؟ الكفار، كصاحب الحدائق يقول محكومون بالكفر الدنيوي والنجاسة الدنيوية، فهم في حكم الكلاب والخنازير. هذا صاحب الحدائق ويصرح به. وبعضهم والبعض الآخر اللي هو الرأي المشهور الآن كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أعلامنا كل فقهانا، يقولون نحكم بإسلامهم الظاهري وإلا بحسب الباطن وبحسب الحشر الأخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفره. وهذا أقوله عن تتبع، والذي يقول غير هذا هل يقنعني بين غيرهم؟ هسه يكون في علمه كلهم يصرحون. طب من اقول مخالفين، ترى مو مقصودي المنكرين للائمه، الزيديه ايضا شنو؟ هم مخالف بلي بلي، لانه ما يعتقد في الاسماعيليه، والاسماعيليه مخالفه. هذا صاحب من الحدائق، انا ما اتكلم من عندي عزيزي، هذا صاحب الحدائق عزيزي يقول ينبغي أن يعلم أن جميع من خرج عن الفرقة الاثني عشرية من أفراد الشيعة كالزيدية والواقفية والفطحية فإن الظاهرة حكمهم حكم النواصب. زين التفت، لا لا خلي عبارة. يقول وإن كان جميعهم في الحقيقة سيد الخوي جميع المخالفين كافرين، وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخر. هذا اصطلاح هو يستحدث السيد الخوي، يقول انت عندما تضع يدك على اي مسلم فهو ماذا؟ فهو مسلم في الدنيا وماذا؟ وكافر في الاخره. تقصد اذا حضرتك سيدنا طلعت المصادر اللي انا اللي 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 توصف بانها متشدده، اريد عند السنه والشيعة بلي. وانت استفضت بالنسبه للشيعة، احسنت، لانه بس اكو نفس الشيء بالنسبه للسنه اكثر توسعه. هسه اريد الجانب الاخر اللي لا يحكم بالكفر، يعني هم من البدايه